حسني مواليد الدلو بشهر نيسان من عام 2021، أو هي بدعيون الهدوء. لح دغري يعني أقول باختصار، بأول نص الشهر كتير منيح، النص الثاني من الشهر بدنا نكون كتير منتبهين. الاتصالات بتكثف والحركة كتير كبيرة، في أفاق جديدة لا شك، ومبادلات فكرية ولقاءات ثقافية وتنقلات تجعلك مرتاح لصداها. تنفتح على العالم وبتكتشف شيء جديد، مدعوم بمارس، بفينوس، بساتورن، بجوبيتر وميركور سوا. نعم، كل هالكواكب بتكون منيحة جدا من النص الأول من الشهر وحتى تاريخ 19 إذا بدنا نكون كمان هيك منفتحين ومتفائلين. بتقطف ثمار جهود سابقة أو بتطلع على مشاريع يمكن ما كنت تعرفها بالسابق أو ما تعودت عليها. فيك بتجيك مساعدة غير منتظرة، هالشي بزيد من حيويتك وديناميكيتك. المناخ الفلكي منسجم جدا مع الآفاق، مع تطلعاتك، مع أفكارك. يمكن فينا نقول إنه إشعاعات هيدا الشهر بتدفي قلبك، بتخليك سعيد بما يحصل. بس الأمور يمكن تتجمد أو تتراجع شوي بالأسبوع الأخير، لأنه في انتقال لبعض الكواكب إلى برج الثور، وبرج الثور بعكس برجك عزيزي الدلو، بينضافوا إلى يورانوس، وهالشي بيخلي بعض الأمور تتجمد أو تتراجع شوي. وفي تحديات بيخليك الأمر أقل حماسي من السابق. يمكن تواجه تصعيد لبعض المشاكل أو تعرف جديد بيربكك شوي أو بتخاف على أمر ما وتضطر إنك تكبت غضبك أو تراعي مشاعر البعض. يمكن في قصص يمكن تحصل ضد مصالحك. في انقلابات محتملة تشعر فيها أو تحضر لإلك بهالفترة، حاذر حتى ما تضيع فرصة ثمينة جدا. ما تفرض شروطك بأي سنة، يمكن تتشكى من محاربة مشاريع أو من تجمع بعض الأخصام لسرقة إنجازاتك. تتراجع صحتك شوي ابتداء من تاريخ 20 أو تشعر بالتعب. مارس بمنزلك الثالث يمكن يجعلك أكثر ضعف قدام بعض الأمراض أو الأوبئة، ولازم تهتم جدا بصحتك بعيدا عن المخاطر، وتضلك مثلا لبس الكمامة وتغسل إيديك، وتحاول أنه دايماً تبتعد عن بعض الأماكن يلي ممكن تكون موضوعة أو فيها أخطار. بالإجمال بس، بالإجمال تتمتع بطاقة فلكية جيدة، يعني ما بدي أحبط لك معنويتك، لا، عندك قدرة على تحقيق أرباح ويمكن هالأرباح تكون مفاجئة حتى. قدراتك الفكرية والثقافية والإنسانية تبرز بهالفترة. يمكن تحاضر كمان عزيز الدلو ببعض الأمكنة وتطلق أفكار جديدة وخلاقة ومهمة، وتشارك بمناسبات منتديات مؤتمرات وتلعب دور كبير فيها. ببرهن عن كفاءة فكرية عالية، عن قدرة على فرض الفعل، عن ثقافة تتعاطى مع أطراف بينسجموا مع تطلعاتك. بالجو أحاديث ونقاشات غنية جدا، خاصة وإنك تنكب بكل قدراتك على تقديم البراهين عن إما براءتك أو كفاءتك في بعض الميادين الغالية على قلبك. عاطفيا الأجواء دافية جدا ببداية الشهر وحتى تاريخ 14 تحديدا. يمكن أنت عم تتوق لمشاعر عميقة ومستقرة وتلاقي يعني مبتغاك إذا كان القلب فاضي. وهالشي مش بعيد عن محيطك الاعتيادي ومش بمكان بعيد عنك ابدا. تتاح لك فرص رومانسيه عبر علاقاتك العائليه والاجتماعيه. تبحث عن شخص بيشاركك الانفعالات والطموحات والافكار. ما راح يجذبك الشكل الخارجي بقدر ما تكون ضعيف قدام الغنى الداخلي يلي بينبثق من طرف اخر. يعني حدا بيظهر لك محبته وانت بتكون كثير سعيد بهالمحبه. بس انت بتميل لغزو القلوب كمان، للغزل والاجواء الساحره والرومانسيه، بتكون متحمس كتير باول اسبوعين. كوكب مارس مثل كوكب فينوس لما ينتقلوا للسرطان والثور بيحذروك من بعض التطرف بالمواقف ومن عدائيه يمكن تولد، ومن نظره مختلفه الى العلاقات العاطفيه. يمكن تسترجع على قديمه باول شهر ويكون عندك حديث مطول وتفسير وشرح لشيء عم بيحصل،
أو يمكن لح يحصل. بعدين بتلاقي نفسك بعيد عن هتافات القلب بعد دقيقة 20، تشعر إنه الجو صار أكثر برودة من السابق، إنه عليك ربما الالتزام بالواجبات والمسؤوليات بتبعدك عن الحديث، أو بتفرض عليك شغل جديد تجعل التعقيدات تتراكم، أو يحدث ربما ما يطعن بمصداقيتك أو حتى بمصداقية الشريك. للأسف هي فترة بس عابرة، يعني النصف الأول من الشهر بتكون فيه أكثر أماناً وارتياحاً